تحية مجددة من بعد الفاصل وخبر عن أصالة واللي دافعت عبر تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر عن الإعلامي الساخر باسم يوسف قائلة: هذا المبدع الموهوب، لماذا لم يخرج منا أحد يقول عنه ما يستحقه؟ ولماذا نخاف أن نقول ما نحن متأكدين منه ونقول ما يدعونه عنه بكلمة واحدة؟ باسم يوسف لا يشترى، وهذا شرف كبير له وعيب فيه، وقد ذكرته لأنه مثال عندي بمبدئه الذي نتجاهل أن ندقق فيه أو أن نفسره، لأنه سيحيي فينا ما قتلنا. إيفا مانديز تقرر الاعتزال، وسكارلت جوهانسون هي أروع نساء هوليوود، وزوي سلدانا حامل بتوأم. بعد إنجابها مولودها الأول، قالت إيفا مانديز أنها تريد اعتزال حياة هوليوود للتركيز على ابنتها إزميرالدا مع زوجها راين غوزلينغ. بسبب كثرة اهتمام الإعلام بحملها، ابتعد الثنائي عن الأنظار، ووفقاً لمصدر مقرب، بسبب قسوة الإعلام أصبحت كثيرة التخوف على ابنتها، ويبدو أن الثنائي يخططان للانتقال للسكن في مزرعة للهرب من حياة المدينة. في هذه الأثناء، الأم الجديدة سكارلت جوهانسون تفعل العكس تماماً، فقد لقبت بأكثر النساء روعة للعام الجاري، ولا عجب في ذلك، ولا سيما لإنجابها ابنة هذا العام، إضافة إلى عملها في شيف، كابتن أمريكا، ذا وينتر سولجر، ولوسي، أثناء استعداد للعمل في مزيد من أفلام مارفل ومسلسل تلفزيوني تاريخي العام المقبل. يبدو أن لا شيء يقف في طريقها. وأخيرا زوي سلدانا حبلى بولدين، وهذا رائع، فقد تخلت عن تكوين الصداقات مع الفتيات عندما كانت أصغر سنا بعد أن كانت ضحية للتنمر. ذكرت النجمة أن الفتيات يتصفن أحيانا باللؤم مع بعضهن البعض. لنرى إذن ما سيفعله هذان الصبيان عندما يصبحان قادرين على الركض. وقف مشاهدينا مع صفحة الأخبار المتفرقة. أنا أكيد أحبكم. كرم مهرجان أبو ظبي السينمائي في دورته الثامنة المنتج الأمريكي إدوارد بريسمان والفنان الفرنسي الجزائري راشيد بوشارب الذي حصل على جائزة اللؤلؤة السوداء للمنجز الإبداعي عن مسيرته الفنية التي تخللتها أفلام هامة، ترشح ثلاثة منها لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. وعرض له المهرجان فيلم رجلان في المدينة ضمن قسم عروض السينما العالمية. أنا جيت أبو ظبي قبل كده المهرجان، ودي تاني لجنة يمكن في مهرجان أبو ظبي. ومهرجان أبو ظبي بيتميز دايما إن الاختيار أفلامه اللي بتبقى معروضة أفلامه بتبقى دايما مميزة جدا، وإحنا متوقعين إن شاء الله إن إحنا نتفرج على مجموعة من الأفلام المميزة في المسابقة اللي إحنا بنحكم فيها. إحنا بنحكم في مسابقة خاصة بخصوص العنف ضد الأطفال، فبالتالي كل الأفلام المعروضة اللي إحنا هنحكمها هيبقى موضوعها ده. فمستنيين، هنقدم جايزتين وهنبتدي العروض من بكرة إن شاء الله، وفي انتظار أفلام جيدة. من أحلى الإحساس اللي حسيته في حياتي يعني إن أنا أبقى موجود ومشارك في حاجة زي كده، والناس كل الناس اللي شايفة دي هتفرج على الفيلم أنا عملته، فيعني الحمد لله. تسير روتانا إن هي اشتركت معنا وهتسوق الفيلم بتاعنا، يا رب يبقى سكسس كبير لينا وليكو، ويا رب الجماهير تعجبهم الفيلم. أنا مهرجان أبو ظبي بحضره دايما، بس السنة دي مميز لي بشكل مش طبيعي، لأنه بكون لي أول تاني تجربة سينمائية وأول تجربة سينمائية بالإمارات. عندي دور صغير بفيلم A to B للمخرج الإماراتي علي مصطفى، فحكون لي دور شخصية اسمها رائد، فمبسوط أشوف الفيلم لأنه ما شفتوش، فحكون أول مرة بشوفه اليوم، فإن شاء الله أنبسط فيه وتنبسط فيه كمان. تحية كورية مني ليكم وبوسة، يلا. بيكون انا سعيد جدا ان انا على قناه شاشة روتانا سينما، وسعيد ان انتوا دايما معانا في كل المهرجانات وفي كل الايفنتس. سعيد بالدعوه اللي جات لي من مهرجان ابو ظبي السينمائي، وسعيد بتواجدي هنا. يمكن الفتره اللي فاتت دي كنت موجود في الامارات بسبب تصوير حملتي الاعلانيه لاحدى السيارات العالميه. سعيد ان انا بقيت سفير ليها، وان شاء الله هتشوفوا قريب الاعلانات.
واستئناف بقى ان شاء الله الاعمال السينمائيه الفتره اللي جايه باذن الله في مصر. بقول لشاشه روتانا انت غالي عليها جدا وغالي علينا كلنا وبنحبك جدا وانتوا لسه ما سمعتوش حاجه. أبو ظبي السينمائي هو دائما في تطور وفي ازدهار ودائما تحس ان كل دورة يحاول يجدد ويسوي اشياء حلوة مش بس للفنانين اللي جايين حتى للجمهور اللي حاب يشوف الفنانين والجمهور اللي جاي يحضر الافلام المشاركة في المهرجان. والله حاليا عندي مسلسل من بطولتي على قناة ام بي سي دراما بلس هو بعنوان هو بعنوان فرصة ثانية وشاركوا فيه عدو الكثير من الفنانات من 6 بطلات المسلسل وحاليا عندي بطولة أول فيلم فرنسي مغربي إن شاء الله راح نصوره بين المغرب وفرنسا وإن شاء الله مدريد so let's see what's gonna happen وأغنية مغربية إن شاء الله راح تنزل في الأسواق بعنوان حبك حمقني من كلمات وألحان الفنان المغربي بدر الدين معروفي حبوني وايد وأنا أكيد أحبكم. أكيد أحبكم. مشاهدينا ابقوا معنا فاصل قصير وراجعين. تحية جديدة مشاهدينا من بعد الفاصل ورشاقة سمية الخشب واللي كشفت عن سر فقدانها الوزن بشكل ملحوظ خلال الشهور السابقة حيث أكدت أنها لم تقم بأي عملية جراحية بينما اعتمدت على نظام غذائي مع طبيب ألماني قائم على تناول الشوربة المحتوية على خضار ونوع من اللحوم بالإضافة للعصائر لمدة شهر كامل وخلاله خسرت 12 كيلوغرام. أضافت مشاهدينا سمية خشاب أن ما ساعدها على هذه الخسائر الكبيرة في وزنها إنما هي كانت تتناول العقاقير التي تقوم بكبح الشهية بجانب النظام الغذائي القاسي وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 20 كيلوغرام وأصبح وزنها 59 كيلوغرام مؤكدا على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعدما كانت قد وصلت لمقاس 44 وقالت سمية أنها حاليا تتناول كل أنواع الأطعمة ولكن بكميات قليلة. دخل مشاهدينا الأسبوع الماضي فيلم Gone Girl مباشرة في المرتبة الأولى على شباك التذاكر في الإمارات العربية المتحدة فما هو عنوان الفيلم الذي دخل المرتبة الأولى لهذا الأسبوع؟ خلينا نشوفه سوا. Hi, Mom. Chloe, welcome home. So is everything set for Dad's surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Hey. Welcome aboard PanCon flight 257 to London. My time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. في الإمارات العربية المتحدة تراجع فيلم Left Behind إلى المرتبة الخامسة وشاهده 6450 شخص I know you all want answers and believe me so do I and I'll do my best to get them I heard some doctors talking it's not just here it's all over the world One of these days the sky's gonna break Chloe, are you okay? Yeah, Mom and Raimi. My father was a great man. A hero, so they say. Sometimes the world doesn't need another hero. Sometimes what it needs is a monster. تراجع فيلم دراكولا أنتولد إلى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 8418 مشاهد. Requires 1000 boys for his army, including your son.
mother. Look away! You can't protect us. I'll find a way. I have been waiting an eternity for a man of your strength to... Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. تراجع أيضا فيلم Gone Girl من المرتبة الأولى إلى الثالثة وشاهده 14,917 شخص. Blood type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. You ever seen that guy in the glasses before? Amy is the kind of girl who attracts admirers. Whoever took her is bound to bring her back. I'm hoping you can tell me what this means. You want to solve Amy's treasure hunt? Seen this girl around here. There is a legend known to all in Cheesebridge that when the lights go out and doors are locked tight, mysterious creatures emerge from the night. دخل فيلم The Box Trolls في المرتبة الثانية مع 19,445 مشاهد. You might be surprised. They are shy little fellows that you might never meet, which is astonishing really, as they live just below the street. Think it can't get worse, it can, and it will. The dying's not done, the killing's not done. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive. I was afraid you were dead. Where's the rest of the Repetent? دخل أيضا فيلم فيوري مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 69,036 شخص. I've never even seen the inside of a tank. You will. I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. Been with these fine gentlemen for years. These troops get by you. We're all dead in the water. All we got is you. I won't ask you to do anything I haven't done myself. Comm check. Photo check. Brady check. Bob check. Bravo check. قالت الممثلة التركية جانسون ديري الشهيرة بفيروزة في مسلسل حريم السلطان للصحافة التركية أنها لن تدلي بأي تفاصيل عن حبها وعن الرجل الذي امتلك قلبها وستترك الصحافة تكتب ما تشاء. جاء تصريح جانسون مشاهدين بعدما وجه إليها أحد الصحفيين سؤالا عن ارتباطها برجل الأعمال التركي فكرة أورمان. قدمت الممثلة التركية بيرينسات شكوى ضد شركة الحسابات المسؤولة عن علاقاتها المالية لعدم دفع الضرائب الخاصة بها في موعدها، وأيضا مما عرضها للمساءلة القانونية وما دفعها لتقديم شكوى ضدهم تتهم فيها بإساءتهم استخدام الثقة، ما يعرض المحاسب للسجن لمدة 7 سنوات. إلى هنا مشاهدينا كنا نحن قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة من عربود. مني من فريق العمل أحلى تحية، بس فيروز لها ختام خاص. طبعا معي أنا وأحمد وأخبار حصرية من كل العالم وأيضا لقاءات حصرية دائما تتابعونها في عربود. انتظرونا غدا وإلى اللقاء.